هذا يسأل عن حكم التيمم على الجدران والرخام الذي عليه غبار طاهر، عليه غبار طاهر يتيمم سواء على الجدار أو على الرخام أو على الفراش، المهم أنه يوجد غبار طاهر على هذه الأشياء. أما الجدار اللي ما عليه غبار والرخام اللي ما عليه غبار والفراش اللي ما عليه غبار لا يتيمم عليه، لأنه ليس عليه صعيد. نعم.